اجرى حوار مع كائن فضائي. المريخ والزهره والارض تحديدا كانوا كوكب واحد، اصطدموا منذ ملايين السنين بكوكب اسمه تيماوس. تيماوس ده كان احد اقمار كوكب نيبيو اللي هو الكوكب الحادي عشر اللي متواجد عليه الانوناكي اللي هم شبيه البشر واللي متواجدين قبل البشر. هي بقى دي المفاجاه ان هم دول القادمون، ولنا اجريت حوار مع احد العلماء منهم. لان زي ما سمعنا كده يا جماعه ان المريخ والزهره والارض كانوا كوكب واحد، كانوا عاملين جروب كواكب مع بعضهم واكلين نايمين شاربين مع بعض. جه بقى اللي هو كوكب الميكي ماوس الوسخ ده، كان شايل منهم، هو كان سنجل كوكب، كان لوحده، كوكب عشوائي طاير في الفضاء ملوش اي ثلاثه لازمه، فكان شايل منهم، قام ضربهم، ظرفهم كتف كده من جنب مبعزقهم، كل كوكب بقى لوحده. دول حضرتك تقريبا مهله قد ايه وهينزلوا يبتدوا ينتشروا على الارض؟ هم بالظبط نازلين خلال سنتين ثلاثة، بس لازم الإنسان يعي إلى نفسه. إخواننا الفضائيين معاهم من سنتين لثلاثة ماكسيمم ونازلين، والله نازلين الأرض، نازلين يلوشوا فينا، مش هيسيبوا حد في حاله. بالنسبة للبنات أي بنت بتكراش على وقت الحي، الحي يا بنت انجزي، عيشي معاه سنتين ثلاثة انجزي، مفيش وقت، هينزلوا يولعوا فيك أنت وهو. حضرتك تقصد إنه في بعض الزواحف المتحولة اللي هي منها رؤساء بعض الدول، حضرتك قلت لي منهم مثلا بوتين، يعني بوتين دول بشر متحولون، بشر وزواحف، يعني في زواحف بيور او انقياء، وفي بشر متحولون نص نص، وفي بشر طبعا خالص اللي هو بيض الظلام. مثال هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون بشر متحوله، وفي ناس شافتها بتتحول. يا ريت نتذكر قوي بليز عشان خاطري من البشر المتحولون الى الزواحف، امثال بوتين، امثال بوتين الجماعه اللي طالعه كاس العالم تراس، يا دول هنشوف بوتين قاعد في الثالثه شمال، هنتلقح في الثالثه يمين، محدش ضامن، محدش ضامن عمره، يقلب خرتيت في لحظه يوم داخل ملوش فينا كلنا، محدش ضامن عمره. فيا ريت نسمع كلام ونصائح خبير الكواكب والابراج بتاعنا الواد سيد بسطرمه اللي كان بيتكلم، وجاتنا 60 ده كلنا.